أهلا بكم مرة أخرى، جدد لقانا معكم يوميا كما عودناكم في الكوجينة متاع الدار. معكم الشيف مؤمن في لايف بنين خفيف من أول رمضان لتوا. كيف كيف قاعدين نحضروا في دروسات بنين وخفيف يعملوا 66 كيف. دونك للي يلتحقوا بينا نجموا يتابعونا على الصفحة في الفيسبوك شيف مؤمن يونس، نجموا نتفرجوا على الرديف كيف كيف على الفيسبوك شيف مؤمن يونس، أو بيان زاد على اليوتيوب. دونك نورمالمون احنا نبداو الماضي ساعتين هكا، حاولنا واخرنا شويه بطبيعه ظروف تقنيه نقولوا احنا، مي هكا نكونوا ديما موجودين في لايف باش نحضروا مع بعضنا العديد من الروسيتات. ان شاء الله لي روسيت اللي جربناهم الكل من اول رمضان جربتوهم انتم الكل عجبوكم. البارح يعني كنا حضرنا البشكوت نتاع العيد، ان شاء الله تكونوا جربتوا الروسيت وعجبتكم. بالنسبه للروسيت زاده كيف كيف نتاع الغريبة متاع الفرينة، اليوم مازلنا باش نزيدو نحضرو برشا حاجات باهية وبنين. أهلا بكم الناس الكل، طرابلسي بونجور، سيني بونجور، الناس الكل اللي خلطوا علينا في نهار جديد في نهار آخر. أو كتعديت ليلة 27 نقولوا احنا وتعدى الموسم، أهلا بيك ترجعنا عليك. لا الله كريم، أني موجود أني حاضر بطبيعة، نعرفوا نحاول هاكا ديما باش نكون حاضر في اللايف. بونجور الميمة، ديما موجودة بقدرة ربي كان حين الخير، نكون ديما موجودة في لايف فيه دروسات بنان وخفيف وكل شيء. انتوما زادة كيف كيف تقول لنا كان جربتوا الروسيت تاع البارح نتاع البشكوت ونتاع الغريبة نتاع الفرينة، تقولوا لنا شنو رايكم، شنو عطاتكم كيما يعني في الريزولتا، ريزولتا باهي ولا لا. هاوكا احنا زادة كيف كيف نحاول باش نجاوب على ميساجاتكم على كومونتيراتكم. صدقني نفرح برشا برشا كي نلقى برشا كومونتيرات وبرشا ميساجات. ما تصوروش قداش واحد يبدا فرحه ارفيا. اي مرحبا. توا ديجا نحاول باش نبارطاجي اللايف من يعني من الصفحه الشخصيه نتاعي انا، يعني هاوكا على الباج، خاطر جيستيونير دو باج مالوزمون توا في شويه بلوكاج. ايدين صغير مرحبا، ارفيا مرحبا. توا باش نعطيكم باش نمل عليكم وصفه، حضروا ورقه وستيلو الجماعه اللي خلطوا لينا الكل، جوست كيما تراو هاوكا القضيه مازالت التشكيل نتاعها دينا القضية فيزا فيزا. باش نحضر مع بعضنا دبارة نتاع نتاع كل نهار كيما العادة. اللي وينك بونجور، سناء، الناس الكل اللي خلطوا علينا خذوا ورقة وستيلو. دونك جو مورغانيز شوية شوية في الكوجينة. ليلي جاموسي مساء الخير، أهلا بيك أهلا بيكم الناس الكل. حضر المهدية وينك شنية دبارة مؤمن جاكوب بونين دبارة إيمان عمري بونجور حنين بونجور بربي القشطة تيب فوق النار، بيان سور توب تيب فوق النار اللي هي حليب ومعاها نشا. زهرة سلام هادية صباح الخير للناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك خذوا جربنا الغريبة جات هبل صحة وبشفاء الله كريم. سلام دو لا سويس. سوريا تحية للجالية التونسية متاعنا اللي موجودة في سويسرا واللي موجودين خارج أرض الوطن، وربي يرجعهم سالمين غانمين للناس الكل اللي خلطوا علينا توا. دونك نقول لكم مرحبا بكم في نهار اخر في دبارة اخرى في لايف اخر نتاع كوجينا. جو بنا برشا خضره برشا هله بالجارجون نتاع الكوجينا. دونك خذوا ورقه وستيلو باش نعطيكم الروسيت نتاع الغريبه قبل كل شيء، باش تحضروا المقادير وغدوه هاوكا خذوا رونديفو مع بعضنا غدوه بقدره ربي نحضروا الغريبه. باش نحضروا الغريبه بطريقتين، الطريقه الاولانيه توا خلطش عندك اليوم شاف يا والي لم يدوكي بونجور. دونك باش نعطيكم الروسيت نتاع الغريبة، خذوا ورقة وستيلو قايدوا الروسيت نتاع الغريبة وهاكا من توا. كيما قالوا البارح قالوا لي مسياش عطينا الروسيت من قبل باش نجمو نحضروا دبارة. سالو شيف يا اخي، سابلي يجي من غير نشا، سابلي يجي من غير نشا بالنسبة للسابلي والبات سكريز كيف كيف. اهلا بيك شيف من كان، تحية لهالي كان والناس الكل اللي تابعوا فينا. زينوبا بونجور، الناس اللي خلطوا علينا خذوا ورقة وستيلو وقايدوا الروسيت. بونجور سلام، ان قايدوا الروسيت نتاع الغريبة. دونك الروسيت تاع الغريبة باش نحضروها بزوز طرق، الطريقة ان شاء الله غدوة قدرة ربي هكا باش تعرفوا، غدوة رونديفو باش نحضروا فيه الغريبة. صورة من غير صورة من غير صور ليليا جاموسي. دونك نحاولوا هكا باش نحضروا غدوة بقدرة ربي الغريبة نتاع الحمص. طب بالنسبة للغريبة نتاع الحمص جست كوروندير، دونك يعطيك الصحة يا شيف حنين. خذوا ورقة وستيلو وباش تقيدوا الروسيت نتاع الغريبة نتاع الحمص. بالنسبة للروسيت نتاع الغريبة نتاع الحمص،
مي اون اتوندون بطبيعه باش نحكيو على المنيو، باش نحكيو على الدباره، ما نخليوش سخان فطر، ما نخليوش الطاوله بلا سخان فطر. ان شاء الله يكون عجبكم. بونجور شيف، سي تو بي سي تاع سابلي سلوى بلدي، الله يبارك سلوى، تعطيك سي تاع سابلي. سميه بونجور، للناس اللي خلطوا علينا هاكا قيدوا عندكم الروسيت نتاع الغريب. المنيو نتاع اليوم باش يكون ساهل وخفيف بطبيعه، باش نحاول ننوعوا. سيرتو البارح تبارك الله متسرمه ثلاثي بونجور، سيرتو البارح الكوسكسي كان موجود تبارك الله، بس بالعلوش كان موجود، البشكوتو تاع العيد، وكانت الغريبه نتاع الفارينا. اليوم هاكم نعطيكم الروسيت لي زانغريديون نتاع الغريبه نتاع الحمص، باش غدوه نحضروها مع بعضنا. دونك هاكا من توا الناس اللي خلطوا يقولوا لبعضهم، الناس الكل تاكيو صحابكم بارتاجي. فما برشا كولومبير تبارك الله، فما برشا ريح. لحظه برك نسكر بيبان ونجيكم. بونجور بونجور للناس الكل اللي خلطوا. دونك شنو هي الدباره نتاع اليوم؟ سونيا مخلوف لم غريبه بيضه روسيت. لم البارح كنا حضرنا الغريبه بيضه تلقى روسيت في اللايف. هودي بونجور، الناس اللي خلطوا علينا كل ورقه وستيلو فيسع فيسع باش نقيدوا مع بعضنا الروسيت نتاع الغريبه نتاع الحمص. دونك البارح اللي سالوني على غريبه الحمص، هاكا اليوم نعطيكم لي زانغريديون، غدوه بقدره ربي نحضروا الدبار. هاي وريقه وستيلو فيسع فيسع باش نقيدوا فيها الدباره. وانا طوندون زاد انا كيف كيف باش نغسل شويه خضره باش نقد ونمل عليكم الروسيت. دونك هاكا ورقه وستيلو باش تحضروا، نحضروا هاكا الشربه نتاعنا كيما نعدوا العواد، ونحضروا لي بلان نتاعنا، ومام طون نمل عليكم الروسيت نتاع الغريب. باهي هاي يا سيدي، نسيدك نبداو بالسياسه بالسياسه، نحضروا مع بعضنا المنيو نتاع اليوم. عندنا بارح عملت غريبة حمص زيت على ماء، صح باش فيها اي ماء. نعطيك الروسيت زاد كيف كيف نتاع الغريبة نتاع الحمص، نعطيك الروسيت وغدوة باش نحضروها، أما باش نحضرها بدو فاسون. باش نقولكم بالنسبة للغريبة كيف باش نحضرها، عسلامة سمية. الغريبة باش نحضر الغريبة بالشوكولاتة، دونك باش ناخذ بارتي باش نعملها بالكاكاو، باش نخزنها بالكاكاو، وبارتي كيف كيف باش نخليها نوتر. وتو نفسرلكم بالحاجة بحاجة، يعني مانيش باش نخبي عليكم حتى شيء. ها يا سيدي نسيبك، نبداو في الدبارة والمنيو تاعنا. باش يحضر عنا البروشيت كالعادة، شوية زيت الناس الكل اللي خلطوا ورقة وستيلو باش تقيدوا من بعد الغريبة نتاع الحمص. هكا ربي معاك شيف شيما ورداني، شاف يعيشك وصفة الكنافة باللبن، شاف يا ولي عملنا الكنافة، كانت تتفرج على الرديف نورمالمون تلقاه، وسينو بعث لي ميساج نعطيك الوصفة نتاع الكنافة يعني بالجبنة ولا بالقشطة بالنسبة للكنافة. دونك كيما تراو هنا نسيوكم الكابل كيما البارح، هاكي هاي يا سيدي نتعداو كيما نقولو احنا اي بيان سور بالجبن. عنا برشيت حاضرين نتاع مليحة فيهم كنا خدمنا بيهم قبل، وتنجموا كيف كيف انتوما تسهل عليكم التحضير. دوما البرشيت باش نخليهم يطيبوا، باش نعملوا سلايطة، باش نعملوا شربة، باش نعملوا مقرونة بنينة بالخضرة كيف كيف المفيد هاكا المنفعة تحصل. دونك بالنسبة توا شنو هو باش طيب، راني كنت مبارتاجي، الله يبارك فيها، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. بارتاجي اوتون دوما شيف جو سوي دوغ عزيزه الله غالب. دونك بارتاجي لايف الكل باش المنفعه تحصل الناس الكل. باش نحط لي بروشيت تيبو، و ميم طون باش نحكي لكم شويه شويه على الغريبه. دونك بالنسبه لغريبه حمص، قيدوا عندكم غريبه حمص، غريبه حمص عندكم رطل حمص مرحي عليه 250 غرام فرينه، تقاو روسيت ودي تياري بونسوار شيف، تقاو روسيت موجودة إيبانغلي نورمالمون إن شاء الله، تلقاها روسيت إيبانغلي على رطل حمص مرحي، نزيدوه 250 غرام فرينة و 250 غرام سكر محاور، يعني هاكا بدو الروسيت ساهل. رطل فرينة عليه 250 غرام سكر محاور و 250 غرام فرينة، 50 غرام تاع جرجلان مع 50 غرام تاع جرجلان، باش نحط بارتي تاع زيت نحطو هنا، طيبيه هذيك من بعد. دونك ساهلة الكونتيتي الأولانية، الكونتيتي الأولانية على رطل حمص مرحي
نتاع غريبه، 250 غرام نتاع فرينه، 250 غرام سكر محاور، 50 غرام زلزلات، 50 غرام شاي، وباش نزيدو ساشي نتاع سكر فاني وكاس زيت. دونك بالنسبه لكاس زيت هاكا صباح النور، الروسيت تلقاوها موجوده في كومنتير ايبانغري، سيت روسيت شحور بقلاوة. حنان بعث لي ميساج نجيبك على الروسيت تاع شحور بقلاوة. ترابيسي موني صباح النور شيف. دونك ساهل رطل رطل الفرينه نتاع حمص، يعني حمص ملحي، رطل حمص ملحي بليتو على 250 غرام فرينه، و 250 غرام سكر محاور، 50 غرام زبدات، 50 غرام مشاي، خمسين غرام مشاي، ومع خمسين غرام فنجيو لايف البنات، خلي الناس الكل تتفرج وتعرف الوصفات. البنات الكل اللي هكا موسم وليه 27 نورمالمون نصورهم وصلهم الموسم للناس الكل، هكا بارتاجيو باش تتعلموا دبارة، تاكيو صحابكم الكل باش يتفرجوا على لايف. هذا المارينات شيف سيبليكي يتطبق سيونس ديسكريبسيون. كتبنا المنيو بيان سور ابارتي من اليوم هاكا باش نكتب منيو باش نزيد نعاونكم. قالت ريس كولير ثابت بونسوار شيف برافو، قال قاعدينكم الرسيد نتاع الغريبة غدا في قدرة ربي الغريبة نتاع الحمص باش نحضروها باش ثلاثة نجيب سيد الفانيليا. ما يضيعش مطعم الحمص للشيف، ليه ما يضيعش بالنسبه للساشيه تاع سيد الفانيليا، ما يضيعش المطعم نتاع الحمص. السوق مش واضح، فما تشتيش امير، هذا نحيو التشتيش، هذيك السوق نتاع الاوت من غير زبده. الغريبه الغريبه فيها زيت، هذوما لي بروشيت راكم حاضرين. اون باغالي نعطيكم لي زانجريديون تاع الغريبة باش غدوة قدرة ربي حضروها لوعدنا. كاس زيت قداش مليلتر؟ 100 مليلتر تيسير. الميكرو نورمالمون الصوت باه، نورمالمون نصور الميكرو يمشي نورمالمون. بارتاجيو، خلي لي قاعدة على الدروس تتعلم باش النسوة يقولولها تعبرني. السلام عليكم، شنو نصنف شيف ميم زوميتا توليب؟ ميرسي بوكو على هاكا محطوطه طن الغريبه تاع حمص، 250 غرام تريا، 250 غرام سكر، 50 جلان، 50 ساشي سكر فاني وكاس زيت. دونك هذا بالنسبه للرسيت نتاع الغريب. انتم مثلا كيف تنجم تخلي لنا كومنتات باش نكملوا لي بروشيت. نورمالمون الصوت جوست نكمل هاكا، هذوما البروشيت كملناهم، تو نخليهم من بعد نحط عليهم فروماج، نحطوهم يعملوا جراتيناج، يجيو حاجة بنينة هايلة بيت. من بعدهم هنا خاطر سيرتو الحسم تاع الأكوال أكثر من الحسم نتاعي أنا، الصوت نتاعي أنا صوتي مش قوي برشا. نعاود نقولكم هاكا عندكم ليزانجريديون الكل نتاع الغريبة نتاع الحمص، وان شاء الله بفضل ربي غدوه نحضروا معنا. دونك هذيك غريبه حمص بالشوكولاته بس ياسا، هاكا نحاولوا باش نفيدوكم باش نوريكم برشا حاجات. مين مديحه بن يونس؟ سلام شيف، بونجور مديحه. باش نحضروا الشربه كالعاده. يا سيدي هات الروسيت هذا وخيس محر الروسيت، الروسيت نتاع الهدويه، الروسيت نتاع الغريبة نورمالمون حطيتها، مي نعاود منها عليكم. بالنسبة للروسيت نتاع الغريبة، على رطل حمص ملحي، 250 غرام فرينة، 250 غرام سكر محور، باش نزيدوها 50 غرام ججلان، و 50 غرام نشا سكر فاني، وكاس نتاع زيت اللي هو عبارة على 100
100 مليلتر هذايا اربيا، ونحطوا كاكاو ايمان عمري. بالنسبه للكاكاو، الكاكاو هاكا نحطوهم بعد تو غدوة بفضل ربي نوريكم كيفاش الطريقة نتاع التحضير. بالنسبة للمنيو شكون عندنا موجودة؟ شربة، عندنا البروشيتا اللي كنتوا تسمعوا فيهم بكري تشكو قاعدين نتيبو، عندنا سلايطة، عندنا تشيز كيك عالمي مش تاع الغربي نتاع الحم اللي عملته. الله يبارك نسيت على الحم به يا شيف، مساف راجلي ريحني نهار وطيب هو الفطور. ارفيا الريسيت نتاع الحم، دونك عندنا بروشيتات حاضرين نتاع سكالوب دو داند، حاضرين نتاع مليحة، موجودين في لي بوتيك الكل نتاع مليحة، مفوحين بالمارينات نتاعهم، محطوط معاهم شوية بصل، شوية فلفل، شوية قارص، شوية طماطم، دونك محطوطين دون دي بروشيت، جوست شويناهم، ومن بعد الغريب هاني مقابل نتاعها، فات السنة سي صحة وشفاء يا ارفيا يعطيك الصحة. شنو حطيت في البروشيت شوي فيهم؟ سالو نجمو نستعملوش شيء باش عملتها الشربة نتاعك، نزلت الشربة، نزلت الشربة قاعد باش نحضرها. دونك أول حاجة كيما العادة العويد نحط شوية بصل، من اليوم افترت باش نبدلها، باش نبدل تاريخ أخرى باش نحضر دونك باش نحضر شربة، شربة بالجوانح نتاع الدانت. بالنسبة للشربة اللي يصل على الشربة مديحة هاكا اليوم اخترت باش نحضر بال ليزاليرون دو دام هاكا سيرتو في الشرب يعطيونا نكهه اخرى. هذه بالنسبه للروسيت نتاع الشرب. انتم زاد كيف كيف نجم تقولوا لنا شنو هي الدبره نتاعكم؟ شوف تبارك الله معظمهم محليهم هاكا بدلوا، مش جوانح نتاع دجاج، جوانح نتاع دندون تلقاهم موجودين في المخزن الكل. هكا المفيد بالنسبة لينا نحاولوا باش نفيدوكم بالريسيت اللي يكونوا سهلين ماهلين، ما يطلبوش برشا وقت وما يطلبوش برشا جهد. عندنا شوية كسبر، مرضية مش بالكلافس، اخترت شوية كسبر بالنسبة للشربة. نجموا شربة سيرتو توا عاد تبارك الله بعد رمضان سيء، يعني اش مازال ما نصورش كان بعد رمضان مازلنا نعملوا شربه، هذاك هو الفرق. نصوركم ايا وينكم كنساء الحراير، حراير تونس وينكم؟ قولوا لنا شنو عملتوا البارح في المنيو نتاع ليله 27، شكون اللي حضر الديسير باهي، شنو اللي طيبتوا، كيفاش تعديت السهريه، وشكون اللي جاها موسم؟ دونك وين هما البنات؟ هاكا توا يشجعوني يقولوا لي شكون هم البنات، من البنات روسيت مخروط شيخ ان شاء الله وميمه، شكون هم البنات اللي جاهم موسم؟ دونك وكنا حكينا البارح وقلنا هاكا هما بنات تتشرط وبنات ما تشرطش، يعطيهم الصحه البنات اللي ما تشرطوش. انا بيرسونيلمون الحمد لله المدام ما تشرطتش يعطيها الصحه، مي فما برشا بنات، يعني كي نحكي ديما نحكي دي فاسون جينيرال، فما برشا بنات يتشرطوا يحاولوا يقول لك هاكا الراجل مات في الدار. المفيد الفايده، اسلام اسلام بونجور. الفايده نقولوا كما قلنا البارح وزدنا ذكرنا الفايده تبارك الله في الهناء، سيرتو الكل يقعد ديتاي، وراهو المراه كيف كي ترضي راجلها راهو هذيك خير وبركه ما عند ربي، وربي يحفظكم ويحفظ الناس الكل يا بخي يا كوا مديح. به بعد السوب فما سلاطه، فما لي بروشيت، فما شيز كيك بسوريس. هم وريك على بونغو، وريكم على بونغو سوريز يا مديحة، مش نحضروا بيه بعد شيز كيك عالمي. جس كما قلت لكم كما العادة نركبوا الشربة نتاعنا، فوقوها ونخليوها حاضرة حتى تنفطر. هاو قالوا حتى واحدة لا طلبت موسم حتى واحدة، توا الكلهم تخباو، اللي خذاو الموسم واللي طلبوا الموسم الكل تخباو. سلام نورمالمون فما شكون عملت دوزونا خطبة وموسم البارح، اي اللهم صل على النبي ربي، والله ان شاء الله مبروك، ان شاء الله مبروك الناس الكل اللي بقدرة ربي هكا كملوا الموسم وخطبة وكل شيء.
يعطيهم الصحة. كيف كيف هكا فرصة باش يتعلموا الطبخ، دونك بارتاجيو اللايف الكل باش تحصل المنفعة للناس الكل، بارتاجيو اللايف، تاكيو أصحابكم اللي إن شاء الله باش يعرسوا، إن شاء الله تخطبوا باش يعرسوا، يعني كيكو سوا صيف سنة ولا حتى صيف تاع عام الجاي ولا المفيد، تلقيهم هكا فرصة باش يتابعوا في اللايف، يبارتاجيو الباج، أبوني فو في الباج نتاع شيف مؤمن. باه بتابع مرتك ما تشرش ربحة طباخ ماهر. سلوى بياسي عسلامة شيف، بالله غرايبة ادرع، الله يبارك غرايبة ادرع. دونك سيميا كنت بكري حديت هاك في ميساج بانجلي الروسيت نتاع الغرايبة نتاع الحمص، غدوة نعطيكم الروسيت نتاع غرايبة ادرع، وغدوة نحضروا مع بعضنا الغرايبة نتاع الحمص. دونك وقلت لكم كنت حكيت لكم قبل كيفاش شرب شربة سلطة أول مرة نسمع بها، كيفاه شربة وسلطة أول مرة نسمع بها، الله يرحم والديكم. باهي او لا تشاهي فينا شاف مديحة ارفيا، اي عاد وين قلوبكم وين البارتاج نتاعكم كما قالت ارفيا. شربة شربة خديت شوية بصل، خديت جوانح نتاع الدانت مش جوانح نتاع الدجاج، دونك مع البصل خديت شوية كلافس بلوتو كزبر في بلاصة الكلافس، تو شوف واحد هذه بالنسبة للشرب. وسلاطة من بعد سلاطة ربعية، دونك فيها شوية كمكمبر فيها شوية طماطم، بربي عاودنا من الأول الشربة عاشور نزاهة، الله يبارك. أنا قاعد نعاود في الشربة، نعرف ساعات الصوت يبدا ديكالي شويه. عروس بنتي البارح ما جاش، اما قال لي ليلى شيء مازال ما عرفوش اش فما موسم ولا لا. يا ليلي الله اعلم، ربي يوصلهم بالخير. ابتسام دونك الناس الكل اللي خلطتوا علينا من بعد تنجموا تبارتاجيو كيما قلت لكم باش تحصل المنفعه الكل. قاعدين نحضروا الشربه باش نحضروا سلايط باش نحضروا تشيز كيك باش نخليوها يبرد. الفاح كيما العاده نتاع الشربه، شويه ملح، شوية فلفل أحمر، شوية كركم. السؤال الكلاسيكي متاع العادة انتوما زادا كيف كيف، علاش موسم كانوا مكتوبين شنيا احنا المعارسين ما تجيبولناش موسم؟ لا مش موسم ميسون، نتصور بالنسبة ما يكونش موسم يكون حق الملح هذاك عندكم الحق فيه، دونك علاش تحط ماء بارد تمرق به ليلى كربول منور شاف وربي يبارك لك. يعني سلطاني عاش خويا الغالي. هاكا فواحنا شويه ملح وشويه فلفل احمر وشويه كركم، نزيدو شويه فلفل احمر كيما العاده، شويه طمطومه معجونه، عندي شويه طماطم معجونه، شويه مريسه، نفاح نتاع العاده، نحط شويه مريسه. لا عاد هذا كلامي يجيب لك يجيب لك حق الملح، دونك حق الملح للنساء الكل. وشكون شكون شكون بالحق الحقيقه تو هذا نتصوروا حق الملح نورمالمون تعطاه نهار العيد يعني 27 حق الملح. اسكو في البروغرام نحب على روسيت نتاع مدفونه، روسيت نتاع مدفونه كنت قلت قبل ميساج ابتسام واحد في ميساج معطيك روسيت نتاع مدفونه. هكا نحاول نجاوبكم على الميساج الكل، نحب نشكر الناس الكل اللي قاعده تبع فيا، نشكر السبونسور الكل اللي تيل شهر رمضان تبارك الله موجودين، الماتير بريمير كلها موجوده باش نحضروا منيو بنين يعمل 66 كيف. احلام عبيد عسلامه شاف، دونك للناس الكل اللي خلطوا علينا هكا نحضروا شربه، ديما نركبوا شربه على الاول باش نبداو مرتاحين. سلايطه تشيز كيك زاده كيف كيف، ما جابش اليوم وغدوه قول لنا شنو هو. اي بيان سور، لا اسمعني في الاتحاد قوه، ما جابش راجل بنتها قول لها هاكا يلزم يجيب لهم يجيبوا الموسم ويجيبوا حق الملح وكل شيء. اسمع ما نغشوش النساء راهو يكذب عليك، النساء ربي يخليهم تيجي على ريوسنا، النساء الكل اللي هما ينجموا يكونوا يعني بناتنا ونسانا وامهاتنا وبنات خالاتنا وناس الكل، انتوما تنجموا تنفوتيو اصحابكم الكل في اللايف تلقيو اساميهم الكل باش توصل المنفعه للناس الكل. هاكا الجماعه القادمين على العرس بعد الموسم ينجموا يلقاو دبار. سامي برازي يعطيك الصحه. دونك كملنا حضرنا شربة أمور مريقلة كيما قلت لكم، انفيتيو العرايس الجدد اللي فيتور عرايس اللي باش يكونوا شاف ما فهمش حق الملح ياكل بالملة يسبنا. لا 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 ربي يهديه، لا لا كله راه شاف باش يتغش عليه، كله ما يعرفش ما يعرفش ما يعرفش يعمل يعني مشاكل مع النساء شنو يصير. باهي انتوما زادا كيف كيف انا ديتو البارح، هاي سي بون صح صح. بونجور بونجور الناس الكل اللي خلطوا علينا، توا باش نحضروا الكميرة نتاع ديسير، باش نحضروا تشيز كيك
وعندنا مكرونة بالبيستو، دونك وبالطبيعة سلايطة خفيفة بنينة تعمل 66 كيف. دونك بالنسبة للسلايطة باش ناخدو كعيبة كونكومبر، كله بالعكس كيف تاخدهم فلوس يبدا خير. به ريت الجو الانتراكسيون محلاها، سورتو في اللايف، في الجروب تاع اللايف، كيفاش نتوما تفاعلوا تاجيو. هيا سيدي بن سيدك، تحب نعملوا جو تاجيو الجماعه الكل اللي مش عارفوا الهام بحرون بونجور، الجماعه اللي مش عارفوا توا، الناس الكل جدد تاجيهم في ميساجات، واللي تحبوا تعملوا عليهم جو توا في وسط اللايف نعملوا عليهم جو، ونعطيهم لي روسيت ونعطيهم الدباره الكل كيفاش يعني تنجم من بعد نهار اخر في دار راجلك تحضر ماكله بنينه ومتعملش مشاكل. نعرف اللي ساعات برشا نسي تصير مشاكل على حكايه التطيب، دونك ديما هاكا حاولوا انتوما باش تفرتجيو وتاجيو صحابكم الكل، هاكا يتعلموا شويه قصان شويه، مش بالنسبه للقصان هاكا يكون نقولوا احنا فينا. باه جات نضرب الشيز كيك، شاف الشيز كيك نورمالمون ان شاء الله هذا، شوف الشيز كيك بسوريز، وانا الناس قبل يقولوا انا غنيه ونحب الهدية، بالطبيعة أنا غنية ونحب الهدية، كل حاجة بلاصتها، وشكون ما يحبش الهدية؟ دونك يكذب عليك المثل هذاك، الناس بكري كي قالوا حاجة يعني ما نحبوش، مي هاكا فرصة يا ليلي نورمالمون تقول لهم فرصة، اللي يقول لك قلب الراجل كرشو يكذب عليك، هذايا نعشق قالوها الناس بكري كانوا يوافقوني في الكلمة هذيا، يقول لك قلب الراجل كرشو، دونك بويسك مادام قلب الراجل كرشو، حاولوا تعلموا الكوزينة باش تربحوا كرش الراجل. السلام عليكم، صحة وشفاء، أنا إيمان زهرة المطبخ التونسي، إيمان غربي، بونجور زهرة المطبخ التونسي. دونك للناس الكل اللي خلطوا علينا نقول لكم هاكا بارتاجيو باش المنفعة تحصل. يا شيف لازم مدام يونس تدخل معانا في الموضوع باش نراو إيش عامل معاها شيف. الحمد لله يا ربي كنحمد عامل كان الباهي، كيما هي عاملة الباهي أنا بدي عامل الباهي. راهو قبل كل شيء لازمكم تتفاهموا بالكدا بالنسبة ليكم، لازمكم تتفاهموا تحطوا لي ديتاي الكل، وكيفاش نقولوا راهو ما تنجمش تحكم على حاجه الا بعد العشره والحب والموده. بالنسبه نفس الروسيت خليبه نتاع حمص هيك ونزيدوا فيكيا سيسا، الروسيت نتاع المحنشه اللي تبدا الغريبه ملفوفه في وراق الهريك نفس الحكايه، تنجم تزيد بطبيعه تنجم تزيد فيكيا، يعني كل قدير وقدره، ما تزيدش برشا ما تزيدوا بلاش، مي نفس الروسيت تحاول تحط وتلفها في ورق البريك تدهنهم بالزبده هذاك هو المفيد. به انت خذيت حق الملح، به بالحق راجل كيف يلقى ماكله بنينه شبعان جو احلى جو، بيان سور بيان سور يعني هاكا فرصه تجي اصحابكم الكل بارتاجي واللايف الكل، خلي منفعه تحصل، وانا نوعدكم ان شاء الله بفضل ربي حتى بعد رمضان نحاول نخلي اللايف يكون موجود باش هاكا المنفعة تحصل، هاكا الناس الكل هاكا تتعلم موجود بروسيت تكنيك حاجة سهلة سهلة مهلة. وكيما قلت لكم توا قلب الراجل فلوسك، لا والله لا والله لا. يكذب عليك ليليا بيني وبينك مادام يبدا الحب موجود، أما قلب الراجل كرش، وانت أول حاجة دوما تدخل للدار هاي شنو الفطور؟ دوما تدخل للدار أول ريفليكس شنو الفطور؟ ما يسحقش هندا مصمودي، ما يسحقش حق الملح. سلام يعطيك الصحة شيف، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي خلطوا علينا. دوكش نحضروا السلايطة كيما قلت لكم، هاكا ريتو التقطيع نتاع الخضرة يكون مزيانة باش نتوما تعملوا عليها جو. هاكا اخترت دومي رونديل، راهو في الحياة الزوجية ما يلزمش نكثروا من الهدايا وحكاية الفارغة، كيف القدر والحب والتفاهم موجود يزي بيان سور يلزم ليلى كربون القدر والحب والتفاهم يكونوا موجودين، هذاك هو المفيد، وسيرتو في يعني بعد ليلة 27 وبعد الموسم ان شاء الله ربي يهنيهم هكا هو باقي كله يقعد ديتاي. هذا اللي انا نرى من منظور، ما عرفش كل واحد وكيفاش يرى يعني منظور الحكاية، انا نرى من منظور الحكاية انه اذا متفاهمين الباقي كله يقعد ديتاي. الباس كل موجودة، فهمت؟ كنت البارح حكيت الحق، فما شكون نسيت تعارك، يعني أنا عندي صاحبي حكي لي مرأة تعاركت على شكالة تاع سميت،
ديري اهلا بيك وماي ما صحيح شاف نسكر المعدة باش نتنجموا الخطة هذه باش نتجنبوا نتفاديو خاصة جماعة العصبة. اي انا جديدة معاكم، مرحبا بكم الناس كل الجدد اللي تابعونا في اللايف. كنا حكينا البارحة اللي ليلة 27 فما الموسم وفما برشا عباد وفما بنات تتشرط وبرشا فما اللي تشرط وفما ما شرطوش، اللي ما شرطوش فيهم الصحة واللي شرطوا ربي يهديهم. دونك صاحبي يحكي لي تعرفوا علاش كان سميت، والاخرى قالت له نحب علوش بالقرون، والاخرى قالت له نحب جاجو تاع خضره باش نحضر به العشاء. الفرق هاو سو سون بتي ديتاي كون لا ديفيرونس، سورتو في كوبل تجي تلقى عارك ومشاكل على حكايات. نقولوا احنا سامحني في كلمه تافهه، هذوما يقلقوا برشا. الفرق اللي يلزم ديما يكون من التفاهم، يكونوا الناس متفاهمين، كوبل متفاهمين. نكملوا نحكيو في جو الكوجينه. انتم قولوني كما العاده في سؤال يعني كلاسيكي توا صحيح من اول رمضان توا، منين قاعدين نتبعوا فيه هذا حاجه لنا، وشنو الدبار نتاعكم تاع اليوم اللي ما عندوش دبار. كوجينا غرام وفن، بطبيعه كوجينا غرام وفن ونطيبوا كما قلت لكم بحب قبل كل شيء، راهو الحب هو اول حاجه. في مدرسه مشاربين يقول لك الحب قبل الخبز احيانا، دونك ماذا بينا ديما في الكوجينه طيب وبحب وبغرام وندخلوا الوليدات الصغير صغار. شنو العشاء شاف محمد مؤمن مش محمد. بالنسبه للعشاء هاكا عندنا، بالنسبه للعشاء نتاع اليوم اللي خلطوا علينا جوست نطفي مون ترافاي. هاي تيجي في شوية اسمع لي، كان تم خياطة سياحة وعندي ماكينة خياطة ولا يهمك الواش موجودين. به اسمع هاي يقولوا لي شكون من سي جيلهم يعاونوهم في الكوجينة سيرش فما حتى مشكل. تبع فيكم منوبة، تحية لأهالي منوبة، تحية للناس الكل تبعوا فيا في تونس وخارج تونس. دونك قولوا لي شكون من الرجال يعاونوا في الكوجينه، اسكو فما رجال يعاونوا من قطر الفه، تحيه الجاليه التونسيه تاعنا في قطر وخارج تونس. ان شاء الله ربي يحفظكم وربي يرجعكم سالمين غانمين كما يقولوا. شويه فلفل، شويه طماطم، شويه كونكومبر، من سوسه تحيه سوسه، من جرجيس تحيه جرجيس. والله صحيح تسمع حكايه شك داخلين على عرس هنا ولا حكايه اخرى. قفصة وحايلة في دبارة نعملوا حسين قفصي، يا عيني على حسين القفصي. كي يدخل لنا توت على الرسيل تاع حسين القفصي وما نعرفش الباقي، وحنا نعطيوك الباقي. اهلا وسهلا شيف. الناس الكل اللي خلطوا علينا هاكا قاعدين نحضروا في دبارة. دونك عندنا سلاطة ربعية بنينة ما نحكيكمش سهلة المفيد، الفايدة اللي احنا صح يا مرتك تصنف لها. لا والله هي طيب يا ياسمين دمخ زيبة روسيت زوز شيف ديما يعاون يعطيه الصحة. باهية باهية راهو المعاونة، راهو كي يبداو كوكب متهمين وحتى حد ما يدخل فيهم. دجاج روتي شربة سلاط سيزار وكلوب ساندويتش وديسير كعبات بالمية صحة وشفي. أنا راجلي مصري يخدم شيف في مطعم هندي، أما نحب شوية نعاون بالحق وطيب. من تولوز زهرة، من تولوز مرحبا بيك في أحلى لمة مع شيف مؤمن. ميرسي بوكو ارفيا يعطيك الصحة. دونك انا الحق راجل يعاوني ربي يبارك له، ديما راجلي طيب. ريت الحمد لله يا ربي ليك الحمد، الحمد لله. وشاهد شاهد من اهلي هاكا تبارك الله شاهدوا برشا وقالوا اللي الرجال يعاونوا. ريت برشا ليه راجلي ما يعاونليش ولا يدرش ليا الرجال، راهو كيما نساء ربي فضلهم هاكا الرجال زاد كيف ربي فضلهم راهو. الفو ان بو دو تو بوغ فير ان موند. هاكا سلايطه مشكله نجمو نزيدوها شويه معدنوس، شويه باش نزيدوها شويه فرماج، شويه جامبون بطبيعه. ميرسي شيف ربي يبارك لك عاليه. انا الحمد لله يعاوني. دونك ريتهم احلاها حمل الجميع ريشي ولي سيرتو في الكوجينه. هذايا خليوه هكا نتاع ديابو الفريغو، نضيف شويه شامبون، نضيف شويه فرماج،
شنو هي الدبارة نتاعكم اليوم؟ شايف نحب شربة تونسية خفيفة وبنينة. قلوب الدجاج شنو هي نعمل بهم؟ قلوب الدجاج تنجم تعمل بهم تصمتهم قبل كل شيء في الماء، ومن بعد تعمل بهم طاجين، يجي طاجين بنين برشا، حتى طاجين تاخذ ريكاتا بريك. تنجم بعد ما تصمتهم نطيب وحدي. سالو شيف ديجا بلاغا شو سالو شيف نطيب وحدي به. اللي خلطوا علينا كيف كيف يحبوا في الدبارة. دونك قاعدين نحضروا في سلايطة، الشربة هيك موجودة اليوم. اخترنا لكم شربة بشوية نحن تاع الدندور. راجلي ما يعاونش في الكوجينة، أما يعاون في حاجات أخرى. سالي وشايف نطيب وحدي. دونك ريت محليها المعونة، والله العظيم راهو على قد ما يكون حمل الجماعة ريش، وعلى قد المرأة ما تكون متفهمة. راهو المرأة كيف تبني دار راهي زي ما تكون متفهمة، هذاك هو الفرق. باقي كله راهو ديتاي، باقي كل ديتاي. عاوني الحق انا طيب وهو ياكل. اي يا علاش قلت لكم فما زاده كيف قلت لكم الراجل راهو الاصل الاصيل المعده هي اللي توصلك القلب الراسي. نقول له حتى كيس ما يدوش. يا لطيف. حطينا هكا قصينا شويه جامبون مليحه، جامبون دوداند، وزدنا شويه فرماج ادام. نحطهم في الفريجيدير. تدخل شيف ندوي عاملين جو حتى القضيه في ساعة نكملوها. اي بيان سور بالطبيعة، هذاك هو الحاجة الباهية. حمل الجميع عريش. حمل الجميع عريش وراه سيرتو لأن الراجل يعاوني وانت شايف متعاونش مرتك. ياسمين أكثرية بالنسبة لشطر الشيفان نورمالمون يبارتاجيو الحكاية الكل. شطر الشيفان يكملوا الخدمة تعبين في وسط الكوجينة أكثرية الوقت، يعني ياكلوا برا. أنا الراجل يعاوني ويخليو هاكا المرأة تبارك الله طيب، يعني حتى كي طيب في العشية ولا حاجة ولا يحب يذوق مكان تغيير. الشيف راه يكذب عليك، الراجل يعاوني وأنت شايف تعاوش مرتي. لا نهار ولا ما الأكثرية نحب ناكل مكان مرتي الحقيقة، هذيك الحاجة الباهية. باهي شيف بول تشيز كيك عطينا دو غوسيت كوي ونون كوي. درة ننصحك سورتو توا ننصحك تخدم الكرو. شايف طاجين بالسلطه شويه هاي بعالميه بالحق. اشرب بفضل يا اخي، قلت خلينا نجرب والله جابني. اي قلت لكم عليه طاجين ارفيا، قلت لكم على طاجين تاع السلطه شويه، والله العظيم يجي عالمي يجي بنين. الفضله نتاع السلطه شويه حتى ما يطيش غير سوجيت ترانسفورم عليه الكبده نعمل بها طاجين يجي فيه المرارة. بون حاول اصمتها قبل كل شيء في الماء باش نحي لها المراره نتاعها. من بعد فوحها شويه مع نص شويه، لازم تاخذ شويه كسبر شويه شب، تفوح مع العظم مع الفرماج. من بعد بقدرة ربي ما يجيكش فيها شويه المرار بهتها ويطيب اكثر. هاينه هذه بربي من حاجه باهية عادي. يا شيف عماد ميلادي اهلا بيك عمده، عايش خويا. دونك باش نحضروا بعض السكيك بسوريس، تبعونا كيف نحضروا السكيك بسوريس المفيدة هاكا المنفعة تحصل للناس الكل. نتوما بارتاجيو تاجيو يا شيف بروشيت وينهم؟ ما يسوى لها من البروشيت ما عندهم من هاي. ها هو البروشيت. هاي ما يسوى. حسي قفسي فيه الخضرة الكل، بخور الحمص بيان سور هذا سبين من عزمة ذقت. شيف الكرو يجيني مش شادد روحه، يلزم تحط جيلاتين راه. وهوني ما عادش وين الجيلاتين حلال به. ما عندكش جيلاتين تعطيك حاجه اخرى تعوض الجيلاتين سينو. بالنسبه للكوي راهو يتعمل بقوطه وفرماج يجي كيما طايب. تعطيك الرسيت، ابعث لي ميساج تعطيك فيه الرسيت نتاع الكوي. ايمان عباسي سلام. دونك نكملوا نحضروا السلايطه. بعد عندنا مقيرينه تاع الاخر مكرونه العيشه كيما مكرونه بالبيستو هكا سلايطة تكون مشكلة كيما قاعدين نشوفو فيها الخضرة الكل. بقينا طعم 66 كيف ميرسي بوكو وربي يبارك لك. حضرت تشيز كيك شوكولا من الليل وتوا في الكونجيلاتور. هاي صحة بشفاء. هاو ديجا كملنا سلايطة حضرت، البروشيت حضرت، وسيت الزوزة 450 غرام زبدة 200 غرام سكر محور. ميرسي بوكو يا ليلي يعطيك الصحة. أربعة عدمات قال الآخر أسرة مع بعضينا، ناس بالناس وناس بالله. هاكا حاولوا بارتاجيو الريسيت الكل باش تتلم.
حبيتش نجرب لكم زوزة راهو جيست ما عنديش الباري نتاع زوزة جينيرالمون، يعني نحاول بالامكانيات اللي عندي موجودة باش نحضر لكم منيو باهي وخفيف. سلطة حضرت، شربة اونكور، البروشيت حاضرين، المقرونة هذيك بعد باش نسمطوها. طب باش نحضروا، باش نفرغ البلاصة الكل بلون دو ترافاي، وباش نحضر التشيز كيك. هاي سيدي، ديما كما قلت لكم نحاولوا ديما ننظفوا البلون دو ترافاي باش يبدا كل شيء واضح قدامنا. نبداو مع عائلتكم، اجديدهم من الباج صاحبتكم، والله اجوتيو بالحق. انا ان شاء الله حبيت قبل رمضان نخلق الديميل، خلطت بارك الله الستميل، وان شاء الله بقدر ربي نخلق الديميل في الباج نتاع شيك مومن. ابوني فو في الباج تاع فيسبوك شيك مومن، بارتاجي اوتون اللايف الكل باش تحصل المنفعه للناس الكل. كيف كيف ما تنساوش يعني جو كونت سور فو باش انتم تبارتاجيو اللايف، وباش هاكا برشا ابوني وتتعرف الباج كل. وبقدر ربي نوعدكم حتى بعد رمضان نحاول نعمل لايف ابني. تاكيو صحابكم كل، تاكيو نساء المقبلات قال الاخر على الزواج، نساء اللي باش يعرسوا بقدرة ربي، تاكيوهم. وهاكا كيما قلت لكم باش المنفعة تحصل، سيرتو بعد بالنسبة ليكم بعد البارح وكسكسي نحاولوا. هاي درة ميرسي بوكو، درة يعطيك الصحة. هاكا تاكي صحابك الكل، تاكي حبيبك الكل، باش هكا اوموا تحصل المنفعة للناس الكل. باش نوريكم تشيز كيك، ونحب بيرسونيلمون نحب التشيز كيك، ونعمل جو على التشيز كيك. وهذاك علاش باش نحضروا مع بعضنا التشيز كيك ابني. بالنسبة للتشيز كيك قبل كل شيء، هي سوريز وشوية غلة، كرباية نتاع غلة حلو برشا. كرباية اليوم مشيت خديت الغلة من المارشي نتاع المرسى، تبارك الله تحية للعماد مارشي تاع المرسى، عنده شوا كبير برشا، تختار تفرز على راحتك، شوا فاريي تبارك الله. اليوم هاو خذينا كعبات سوريز باش لايف سامدي ديمونش باش نتابعوك باهي. مادام قلتولي على لايف سامدي ديمونش نحاول نعملو لايف سامدي ديمونش، قولولي جوست الوقت وقتاش يساعدكم باش نعمل لايف سامدي ديمونش. أتو نجيب لي زانغريديون الكل نتاع تشيز كيك مع كعبات سوريز. عندنا صوص توبينغ سوريز دوس على 100، نزيد أما كتر محمد ياسين سيلا، نزيدك أما تعطيني تشيز كيك إيجا مرحبا. والله إيجا للناس الكل اللي يحبوا يجيو مرحبا باش يذوقوا تشيز كيك. عندنا بوش ودوي باش نزينو بيهم، مي لا محالة ما نستحقهمش، في صورة إذا حبينا باش نخدمو ديليفيرين. قبيلة باش نخدم ساكن، عندنا ربطة نعناع شو محلاها إن شاء الله مصلي على النبي. قلت لك راهو في تونس يحزونا على الخضرة، يحزونا على البنة نتاع الخضرة اللي موجودة في تونس. عندنا هذايا سيركل كيما غادي نشوفو، باهي يا شيف حطلنا روسيت تشيز كيك ايبانجلي. ميرسي، باهي ميسونة باش نمل على روسيت تاع تشيز كيك باش تكون ايبانجلي. الله يبارك، علاش كان المقبلات على زواج هي جيغاتي؟ لا 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 مولا لا، قلت فرصة للبنات اللي قلت ربي باش يعرسوا هاكا. قلنا فوتناك بالحديث يا الهام، قلنا اللي سر الراجل يعني القلب نتاع الراجل باش نجم توصل له كان بكرشو. هذاك علاش قلنا دونك نسي البارح حكينا على موسم، واليوم كيف كيف ليلى كربون نفس التوقيت اذا امكن ان شاء الله بقدرة ربي. راجلي يقص السلطة ويحضر الطاولة، ها ان شاء الله غدا بقدرة ربي مصعتين يعني مصعتين ودراجة نكون بقدرة ربي حاضر في لايف. هاكا مش كيما اليوم بالروتار المفيد، نحاولوا نوريكم دبار. هذايا بسكوي، باه ما مقدمين على مسؤولية كبيرة الفيا بيان سور. انتوما كيف كيف تنجمو تابعوني في الانستغرام تبارتاجيو. توا ما بقيت ما تعمل نصب الغلة قدامنا ليليا، باه لا مش نصب الغلة ان شاء الله. فيف مونبي لا تونيزي، تحية تونس مديحة، ميرسي بوكو يا مديحة يعطيك الصحة وربي فضلك. باه خذينا البسكوي
مهلياتك صح، انا من جيبس طبعا فيك تحيه لجيبس وهالي جيبس، حضرنا لسيت مونيه بشير بيان سور. هاو كشاف ياسين سيلا، مرحبا بيك يا شيف ياسين سيلا، تحياتي تحياتي للشيف ياسين سيلا. هاوكا الناس الكل يكونوا موجودين. دونك عندنا البسكوي بتاع البارح اللي حضرناه، باش نزيدوه شويه فاكهه، حديد القشور تاع البرغدان، سيدي هذا توريكم كيفاش حضرنا كل شيء. نوعية البسكوي من فضلك ليلى كربون، ياسمين دمك يعطيك الصحة. بالنسبة للنوعية البسكوي، البسكوي اللي حضرناه البارح، يعني ما خبيت عليكم حدا شيء، البسكوي اللي حضرناه البارح والله لحيته للأمان. كيف فهمتك البسكوي بتاع البارح زدناه شوية فاكهة، تنجموا تزيدوا قشور البرقدان راهو تجي حاجة. الكونتيتي ديجا سي او زالونتور دو 300 غرام، كيما غادي نشوفو 300 400 غرام. نتوما والديامتر والسيركل اللي باش حاضروا بيه سي اون فونكسيون من السيركل ومن الديامتر اللي باش حاضروا بيه. انا اخترت لكم ديما سيركل كيما هكا، هاكا هكايا باش نحضروا بيه التشيز كيك. قبل كل شيء باش ناخذ شويه عسل كيما العاده، وان شاء الله ديما حياتنا كلها عسل. يقعدوا اخبير رانا ضيف محمد ياسين سيلا. لا شيف ياسين مرحبا، مرحبا بك شيف ياسين سيلا. دونك الدار دارك، وان شاء الله بقدرة ربي نتقابلوا عن قريب، وان شاء الله نتقابلوا في الخير، ونعتز يعني بالكومنتات نتاع الناس الكل اللي يجيو بحدينا، ورانا نستفادوا الناس الكل من بعضنا. دونك باش نحط مغرفه نتاع عسل. هذه الريسيت ديما قلت لكم راهو سورتو اما فاسون. دونك شي سكيك خديت تاخذ البسكوي، البسكوي اللي حضرت من البارح، البسكوي نتاع العيد ريحته، زيدوا شويه قشور تاع برقدان، زيدوا شويه لوز مرحي، شويه بوفريوا، انتم شنو تحبوا، شويه قشور تاع برقدان، وباش نلموه من بعد بالزبد. العسل هذايا كما تقول وين موصلتيا ما عند موفق كنت حكيت عليه. هذايا بالنسبه للتشيز كيك. دونك ومن بعد باش نحضروا الموس، نوريكم كيفاش عملنا موس العشاء عندك شيف من كثرة المقادير. مرحبا والله، مرحبا مرحبا بالناس الكل، دار محلول. دونك حاليا مع البسكوي شوية عسل، باش نلموه شوية زبدة، عندي شوية زبدة امتلاء، يلزمو هو ملاكسيد ديجا بطبيعتو بالزبدة، دو بريفيرونس ديما الزبدة قصوها أو مورسو. باهي وصفة غريبة دراع يا شيف ماجدة فرشيشي، ابعثي جوست ميساج تو نقول لك على وصفة دراع. تشيز كيك قلت لكم راهو ديما اما فاسون، يعني نحاول في الكوجينة الحق، وقلت لكم من قديم الزمان ديما ناخذ الروسيت من بعد نتبتيوها نتبتيوها بالطريقة نتاعي. من اول نهار في رمضان قلت لكم قدرة ربي باش نحضروا راهو الكوجينة، كوجينة كيما تسميوها كوجينة مؤمن، ما تعلاش في الفور ولا على البارد، لا لا 37 دوغري دوب هو نورمالمون مالكسيها، يعني ما ذوبهاش. بالنسبه للريسيت نتاع التشيز كيك ديجا بالتمبيراتور امبيونت وبالسخانه نتاع اليد اللي هي 37 دوغري ذوب الزبده كيما حضرناه قبل ليليا، كانت تفكرشي حضرنا التشيز كيك بالفريز، مي اليوم لقيت بالحق سوريز، يعني حبيت نعمل تشيز كيك بسوريز الحقيقه وبنا، وبعد الكسكسي نتاع البارح ما نصورش كان بعد الكسكسي نتاع البارح باش نجمو اليوم نعملو منيو نقولو احنا ثقيل برشا. لا قولية محمد سنسيلا ما توصلش شيء، كان عندك سر قول لنا. كما تراو قاعدين الملاكسيوها دونك تتلم، حطينا العسل، حطينا خشوط البرقدان، حطينا شوية لوز مرحي، وزدنا الزبدة. هذه بالنسبة للبازة نتاع التشيز كيك. بالنسبة للبازة الكريمة نتاع الموس، موس دو فروماج، كيفاش حضرنا
ميرسي رحمه يدي. دونك هذايا بالنسبه للبازه نتاع التشيز كيك هكا تراو سورتو من بعد ما كان ملاكسي باليد كيفاش ولا عجينه هذايا باش نكتبو هكا عندنا السيركل عندنا الفوند تارت ونزيد نذكركم نقولكم قلنا شيف باركوا اون بو رومبلاسي لا جيلاتين درا نجمو رومبلاسيوها بالبودرة شانتيي دونك دو بريفيرونس تاخذ بودرة شانتيي خاطر ديجا البريباراسيون فيها جيلاتين شوف الفرن قداش من درجة والوقت للبقلاوة دونك بالنسبة للمساجات تنجمو شيف رحمة عيادي عاشر شيف ان شاء الله ربي يهني هاكا من توا حاضر الجماعة اللي مغرومين ويحبوا تشيز كيك ماذا بيهم انفيتيوهم الكل باش يجيو يتبعوا تشيز كيك البريباراسيون باش ناخذ البسكوي اللي كنت Je vous ai partagé dans toute la France, meilleur chef cuisinier de Tunisie, Adel Smida. Merci beaucoup, Adel, atik saha, aish khoya. Donc, khlina le biscuit, mlhi, zidneh asal, zidneh chourta bergdin, chouya louz mlhi, ou zibda. Hadi kol lamineh. Bnisba lel baz. Hawlou btbiya mlhi w zayt. Bas yessa, si hawka namlou repartition ta baz loulaniya li hiya el biscuit. سيرتو راهو في البسكويت نجمو نزيدو تنوريكم كيف كيف قلتلكم على طريقة نتاعي تعملو تشيز كيك بنين دونك طريقة في الدار نحاول منخبي عليكم حتى شيء دونك لافونتاج الباهي اللي انتم هاي كعب سوريز بكري هاي طايح هاي هي تي عمال نطلعها كعب سوريز هاكا لافونتاج اللي انتم زادا كيف كيف في ديالكم تبارك الله وما شاء الله الكل وفرحان اللي التوانسة الكل ولاو يطيبوا في الكوجينه ويحضروا في ماكله بنينه تنجموا تحضروها بسكويت كيلوس تنجموا تحضروها باي طريقه اخرى مي انا اخترت اليوم تشيز كيك بالسوريز والله وهكا يعني في الساعات الروسيت راهو نقلب روسيت بقليوه 150 درجه وتقعد من ساعه لساعه وربع بعد بيان سور الدلل راهو رانا مع بعضنا الناس الكل سياسيين سياله الدلل بالعكس خبيش عليكم انا نجم نستحضر كل شيء في مخي وسورتو وقت البريباراسيون ونجاوب على الكومونتيرات وانتم كيف كيف نجموا تلقاو ريبونس يعني نجاوبوا هذه حاجه عاديه تدلل دونك لازم العسل والله بنين برشا منو جيزه زهور عزدين بونجور صابرين نتشاوي سلموت نتشاوي دونك هذه البازه الاولانيه كما قاعدين نشوفوا دونك هذه البسكويت جس نغسل يديا به حسن سياج رسيت بقلاوه شايف مومي بنيوس الله يبارك يا حسنين الدلل ارفيا هاوكا ننصحك بحسنين زاد كيف كيف حسنين تبارك الله استاذه تقنيه نتاع توابق وتقري يعني تقري فن توابق ليتاج كان صدقني ربي فرونسي ومن الجنوب واحلى حسنة ليك وحشة وان شاء الله فترة بين نتقابلوا على خير بعد الكونفينمون رسالة البقلية والله يبارك حسني هاي هذايا البازة نتاع تشيز كيك وقلت لكم على الطريقة نتاعي يا وخاي يا سيدي نحب نسال نحب الجو وضحك وما نحبش ناخذ وما نعطيش زادة لازم بس حتى شايف يتشجع ميرسي بوكو يعطيك الصحة ارفيا بعد ما حطينا البازة نتاع البسكويت عندنا كيما قلت لكم سوريس دوس نتاع فرويتير بالحق ما نحكيلكمش يلزمكم تجربوا والله بالحق عالميه كافيانو سوجي توس ترانسفورم الخطا هذاك ديما ما تعيشوهوش لا 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 اسينسيال خذ راحتك خويا شاف اسينسيال خذ راحتك كي تحضر تشيز كيك نجي نهزها شاف هو ذا بيان سور ومهم احسن شيف ميرسي بوكو باش ناخذ فوق البسكوي باش نعمل بالكولي نتاع التوبينغ نتاع السوريس فوق البسكوي هذا قلت لكم راهو على الطريقه نتاعي انا سورتو بيرسونيلمون نحب لوغو برونسي
نتاع الغلة ولا الفاكهة كيف كيف، هذه ليتاب الأولانية كيما قاعدين نشوف. ربي يبارك لك شيف، باش نعملو اليوم. يعطيك الصحة ياسمين، دمك ليك وحشة والله يا غالية، ربي يخليك يا حسنين يا غالية. منين نشري، منين نشريهم أمينة؟ باهي شيف، كوم متهني عليها حصلت والله. اسمع والله العظيم كضحكة مع حسنين يا حسنة، بالله باش خلطتو البسكوي. سامحني توا جيت در نبيها بونجور. دونك بالنسبة للبسكوي، خذيت بسكوي نتاع البارح اللي حضرني باش كنت نتاع العيد، رحيتو زدتو قشور تاع بروكدين، زدتو شوية لوز وزدتو عسل وزدتو شوية زبدة. باه وصفة غريبة الدرا، كيلو ونص دراع و 500 غرام فرينة و 600 غرام سكر محاوي و 700 غرام زبدة، وتكمل تزيد حتى تولي عجينة. باه باش نقول لكم جوست على لي تكنيك نتاع بكري نتاع الوصفة، ولا نخليهم لتوا ولا الغدوة نقول لكم عليهم ما يسالش. دونك أول حاجة ناخذوا العجينة نلموها ونصبطوها باش تسخن شوية، وإلا نريحوها بالماكينة مرتين بالنسبة للعجينة نتاع الغريبة الحمص. يلزمها ترتاح، لازم ترتاحها شوية باش تتلم. وناخذوا عجينه نحطوها بالكاكاو، والعجينه الاخرى نخليوها سامبل. ومن بعد ناخذوا الموديل الاولاني نتاع الغريبه تو الفوريه بالكاكاو، هكا تكون عجينه مبسوطه، ونزيدوها العجينه اللي بالكاكاو نحطوها في الوسط كما المقلوب بالضبط، قروا ليها ومن بعد قصوها تا غدا بقطره بنوريكم. والا بالقوالب نورمالمون، جبت القوالب، جبت القوالب هذوما زاد كيف كيف، تو غدا بقطره ربي نعملوهم، نوريكم الطريقه نتاع تحضير الغريبه نتاع الحمص بالشوكولاته. هذايا السيركة حطينا البسكوي، حطينا الصوص توبينغ نتاع السوريس. باش ناخذو كعيبات سوريس من بعد هذوكم زينو بيهم. هاكا انا نطلع الكعبة وهي تطيح. الموس، الموس نتاع الفرماج كيفاش حضرناها بالنسبة لل ارفيا، مرحبا بيك بأحلى شيف الحسني. الموس فيها جيلاتين، دونك جيلاتين نحطو ماء يسخن، بعد ما يسخن الماء نحط عليه جيلاتين، ومن بعد نصفيوها بالطبيعه في وسط البريباراسيون اللي هي فيها فروماج اترتيني فريدو، فيها الفروماج كارو، فيها غوتا، فيها بودر نتاع شونتي، وفيها كريم فريش. دونك هذوما الكل نخلطوهم مع بعضهم باش نتحصلوا على قوام بالطبيعه، قوام كيما هكا. وسيرتو البودر شونتي كنت بكري قلت لكم شيف ما شاء الله عليك كل يوم ناخذ بارا من عندك، ربي يبارك لك صابرين على تشاوي. دونك نحاول سيرتو دبارات ديما ما نعاودش نفس دبارة، هذيك هي المفيد باش تحصل هو المنفعة، باش كل نهار كيما قلت انت تلقى دبارة. توا ناخذو الموس، بسم الله دونك جست توريكم كالعادة. باه الكونتيتي بالنسبة لل محمد ياسين سيلا غريبه برستيج بداي وصل لكم شيف. بيان سور وصلت الابداعات نتاعكم. شيف محمد ياسين سيلا موجود. الحاجه الباهيه اللي احنا نحاولوا ديما ننفعوا الناس الكل. حنان الكونتيتي، الكونتيتي بور لاموس. حنان هدى، هدى صحة البدان شيف. بالنسبه للكونتيتي نتاع الموس تاخذوا يعني بوم تاع غوتا ولا دو بوم تاع غوتا، دو بوم تاع دو بوم تاع فريتو. فرن وتوقيت البغلاوه من فضلك ليلى كربون عطاوك توقيت موجود من غاديكا لي مريت شي هيت ريسيت هذيا. هاو كنحاول نقرا كومونتيرات ونجاوبكم بشيء ما تلوموش عليه. ساعات كي نوصل الكولا الكعبه اللي تيح لي عليها باش نكرا الكعبه اللي تيح سيمون هاكا ستويتا. بالنسبه للطريقه تاخذ زوز فريدو وتاخذ عليهم زوز غوتا واربع يعني ساشيات، نجيب لكم باكو تاع بودر شونتيي. هاو البودرة نتاع شونتيي، بون أنا زدتها راهو يعني جيلاتين بالنسبة غريبة الدرا شاف نورة سلام. دونك زدتها البودرة نتاع الجيلاتين. تو من بعد نحاول نعطيكم الروسيت نتاع تشيز كيك بالمقادير كلها تكون ايبانغلي في كومنتير. باه نغسلو الكوتو دو شيف نتاع العادة والعواد. كرو نفس العملية، بالطبيعة السكينة أنا بليتها بالماء، وزيد بالطبيعة زيد نحاولو أنا حيوك
ما تنساش راهو حتى في الموسم تاع الفرماج راني زدت العسل هند الاحمر. سيد سلام شيف بربي كعك الورقه قداش يبقى في الفور على 140 درجه. تنعطيك هو من بعد الوقت جوست تو كيما تراو قاعدين نحضروا في التشيز كيك. التشيز كيك زدتوا العسل وبالحق يعني سيرتو الفرماج مع العسل راهو يعطي نكهه اخرى. هذايا نحاول بالنسبه ليا ديما نعطيكم لوسيت 150 درجه تبقى وغطيها في كوشه. باهي كيفاش تشيز كيك بالعظام في الفور عطينا لوسيت عاشي. الناس هذايا كرو راهو ماهوش كوي بالنسبه للروسيت نتاع التشيز كيك. دونك تشيز كيك وعلى الطريقه نتاعي ديما كيما قلت لكم المره اللي فاتت نجمو كيف بسباتور راهو تعملوها. انا اخترت بالسكينه سيرتو نحب السكينه كيما يقولوا الكوتو دو شيف. دونك اخترت باش نقلها بالسكينه. هذا بالنسبه للتشيز كيك نتاعنا حضر. من بعد باش نغسلوا كيبات السوريز ونزينوه باش نحطوه في الكونجيلاتور حتى لين يبرد. رحمه ظهري توب شيف ميرسي بوكو. دونك نحطوه في الكونجيلاتور. به هيرفي عطيني روسيت تاعك الورقة. ما عنديش سباتول بالطبيعة حسين تطلع. أنا حاولت نقول هكا حتى بالكوتو حتى ما عندناش سباتول نعملو بالكوتو ميم سي نتصور عندي نورمالمون سباتول موجودة. سباتول هاي سباتول موجودة مي اخترت بالكوتو. نقول عندي جو دير لوري 15 مليت على 140 درجة خرجتو تاو من الفور حسيتها ناقص. نقول الناس الكل اللي خلطوا علينا دونك كيما وريناكم كنا نحضروا مع بعضنا تشيز كيك. اقلب الكعبه وشوف ما كانش رجع شويه بيان سور الغول. الحاجه الباهيه هكا فما كيما قلت لكم انتراكسيون مع بعضنا في الكوجينه حاجه بنينة برشا برشا. شاف يا اخي بقلاوه 150 درجه تبقى كيكه ساعه ونحطوه ليلى كربول امينه طبيبي برافو شيف اليوم هبطها في القناة هيرفيا. دونك انتم زادة كيف نجم تخلينا كومنتاريتكم نجم تخلينا سؤالاتكم تبعثوا ميساجات وانا ان شاء الله نحاول نجاوب على الناس الكل. توا دخلت بلي وصفة التشيز كيك للناس اللي خلطوا علينا بالنسبة للروسيت نتاع التشيز كيك. خلينا عملنا موس نتاع فرماج. بالنسبة للموس نتاع فرماج خلينا الفرماج تارتيني الفرماج تارتيني لوندور زدناه الفرماج كارو ومعاه بوم تاع غوتا والبودر الشونتي منور ولد عمي عايش كحسين ميرسي بوكو. دونك زدناه مع البودر تاع شونتي زدناه عسل وزدناه جيلاتين. هذا بالنسبة لمستوى الفرماج. وبعد خدينا البسكويت تاع البارح اللي حضرته ريحته زدته خشرة برقدان زدته مغرفة تاع عسل لميته بالزبدة وزدتو بودر نتاع لوز خلطتهم كلهم بعضهم وحطيت البازة الأولانية. عندي صوص نتاع توبينغ سوريز زدت حطيتها في وسط الباز ومن بعد خلطت عليه الموس تاع الفرماج وتوا خليته في الكونجيلاتور. اون باراليل مازال هاك كيما نقولوا نحاول راهو نجاوب على المساجات نتاعكم. مي ديما هاكا موجود راهو منيو رانا نحضر فيه نحاول نحضر لكم منيو كامل يعني منيو فيه لونتري وسويت وديسير. ان شاء الله نقولوا احنا يعجبكم هذيك حاجه الباهيه. انتم زاده كيف تنجموا تقولوا لنا شنو هي الدبارات نتاعكم اللي حضرتوها. تنجموا تصوروا الدباره نتاعكم واللي رسيت حتى اللي جربتوهم تاجيوني في الانستغرام ابوني فو في الانستغرام تاجيوني وانا نوعدكم باش نبارطاجي لي بوبليكاسيون نتاعكم الكل. دونك تبارك الله الحاجه الباهيه اللي موجوده انتراكسيون كبيره برشا في الجروب اللي تلمينا منور رمضان توا اللي بالوطن العاميه نقولوا احنا جيست طلع شويه لوحده الكاميرا اللي احنا ربينا الكبده هذه الحاجه الباهيه واللي انا فخور به اللي الناس الكل تفيد في بعضها والناس الكل نتعاونوا كل المفيد الهدف هو واضح والمنفعه تكون مشتركه الناس الكل هاكا اون بارتاج اوتون
نتاع روسيا. هذا هو المفيد. نحب نشكر الناس الكل اللي كانوا موجودين يوميا معايا في اللايف، يتابعوا فيا، يتابعوا في الروسيت. هاكا حضرنا شربة، اليوم اخترنا شربة تكون بالجميلة نتاع دانت، زدناها سلايطة خفيفة، سلايطة ربعية قصيناها، عنا البروشيتا نتاع دانت حاضرين موجود. من بعد باش نطيبوا مقرونة مع بعضنا توا بالبيستو، حاجة بنينة ياسر وسهلة. التشيسكي خليناها في الكونجيلاتور، تنوريكم من بعد الطريقة نتاع الدريساج نتاع التشيسكيك. دونك مازلنا من بعد التوبينج باش نحطوا عليه التوبينج نتاع السوريز، عندنا كعيبات السوريز تبارك الله ما شاء الله. كيما قلت لكم تونس راهي موجودة فيها برشا حاجات بنينة برشا. دونك انتوما راهو تنجموا تستفادوا، تنجموا تبارتاجيو اللايف الكل باش المنفعة تحصل للناس الكل. انا راني فرحان بكم برشا برشا. باش نحضروا مع بعضنا المقرونه. بالنسبه للمقرونه بالبيستو، الطون دو كويسون هذاك سهل نتاع المقرونه، مي باش نحضروا الصوص. بالنسبه للصوص راهو كيف كيف مع ابار البيستو، باش نزيدوها شويه خضره اخرى. دونك نحاولوا ديما اون ليبر زائد الكل نحيوا من بحذنا. خليكم الغله تبدا مزينه هكايا. نرجعوا البلانش، المفيد بالنسبه لكم انتم زاد كيف كيف تكونوا عاملين جو. ونحب نشكر الناس الكل اللي قاعده تتابع فيا، وسبونسور سيرتو اللي عاونوني باش نجموا نحضروا منو بنين برشا. دونك اول حاجه باش ناخذ شويه تومات سوريز للمخرونه، باش ناخذ شويه بصل زاد كيف كيف. نعرفوا المخرونه لازمها تكون مشخشخه، باش حضركم نوريكم الروسيت باش اموا المنفعه من بعد تحصل للناس الكل. كيف كيف حلو ولا مالح، نحاولوا ديما نبارتاجيو لي ريسيت اللي نعرفوهم، ونحاولوا نوريكم التكنيك. غدوة موعدنا باش نحضروا مع بعضنا الغريبه. جوست اول نوريكم كيفاش نحضروا الصوص، صوص بنينه وسهله، صوص بالخضره. عندنا طمطومات شو محليهم، طماط سوريز، باش نزيدوهم شويه بصل، شويه الخضره اللي عندنا موجوده. يعني هذه الحاجه الباهيه موجوده في تونس، اللي عندنا تبارك الله نوعيه كبيره برشا من الخضره. الخضره هاي اللي جنبي كيبه تاع الفنجان، بتنجان سيرتو كنت قلت لكم اللي تنجموا تحطوه في شويه ماء وملح باش ما يكحالش بالنسبه للبتنجان. والمقرونه على قد ما تكون فيها برشا خضره على قد ما تكون كلها منفعه، هذا هو المفيد اللي انا راه واحد من الناس. انتم زاده كيف كيف تنجموا تحضروا دبارة نتاعكم، تنجموا تقولوا لنا شنو هي دبارة نتاعكم، تبارتاجيو في الانستغرام تاجيوني وانا نوعدكم باش نبارتاجيها كما قلت لكم من اول حس. ما شاء الله الايام تجري، وانا يعني وصلنا فتنا ليله 27، عملنا جو في لايف ان شاء الله بفضل ربي يكون متواصل حتى بعد رمضان. المفيد الحاجه الباهيه موجوده، برشا تفاعلات، برشا عباد وصلوني مع عندكم ميساجات. نحاول نفيدكم بالمعرفه اللي عندي انا، وباش اموا هكا المنفعه تحصل للناس الكل. دونك جست نهبط لكم وريكم كما العاده شويه الخضره. وتعديوا ايامات الحق، والله تعديوا ايامات وجو حلو برشا برشا في اللايف، كالجو نتاع قصائر الخضره نتاع الديسير، تحضير الديسير هاو توا كيما اليوم التشيز كيك. المفيد المنفعه تحصل، ريت الحاجه الباهيه وين المنفعه تحصل، الباقي كله بالوطن العامية يقعد سوفينير. هذاك هو المفيد، انه الباقي كل يقعد سوفينير. دونك ناخذ كوتو دي شيف كبيره هذيك العالميه، صيله صغيره قصوا جويده. والقصان كما قلت لكم تنجموا تقصوا وتحضروا على طريقتكم. الفايده انكم حتى كان عندكم روسيت من بعد حتى تتبعوا روسيت تاعي انا وزيدوها حاجات اجتهادات، هذاك هو المفيد. المفيد انتم تبداو داخلين الكوجينه طيبوا عاملين جو بغرام بحب بمحبه برشا برشا وجه. ناخذ شويه الدينار، انتم هاوكا في الدار، حتى في الدار تبارك الله تنجموا راكم تحضروا
على طريقتكم المقرونة اللي تحبوها الكل، هكا شوية ابينار وريكاتا ابينار، شوية خضرة موجودة بالطبيعة، ما ننسيوش من بعض باش نحط شوية فروماج. المفيدة تجي مقرونة مشخشخة باش نزيدوها شوية بيستو. نجيبو الكوالا، شوية زيت، هيا وينهم 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 كومنتاريتكم ووينكم توا حسيتكم لهين شوية ولا سرحتوا وين؟ دونك قاعد نحضر في كمالة المنيو، كمالة المنيو باش نحضر توا مقرونة تعمل 66 كيف بالخضرة، باش نزيدها شوية بيستو بالطبيعة، حطينا تشيز كيك في الكونجيلاتور حضرين يبرد، عندنا سلطة حاضرينها مخصوصة هيا حاضرة، لي بروشيت والشربة، دونك المنيو قاعد يحضر الكل. وينهم لي كومونتير نتاعكم؟ وينهم الميساجات نتاعكم؟ المفيد قولوا لي وينكم، خاطر بالكومونتيرات وبالميساجات نتاعكم راني نبدا عامل جو. خذيت شويه بصل، شويه سبناخ كما قاعدين تراو هاو لهنا هكا، شويه سبناخ، شويه بصل، شويه طماطم، شويه باذنجان، باش نحط عليهم شويه زيت. بالطبيعه كنت حكيت لكم، قلت لكم في لي بريباراسيون نتاعكم نجمو تحضروا على الطريقه نتاعكم، يعني تاخذوا الروسيت ومن بعد تحضروا على الطريقه اللي تحبوها انتم. الخضره راهو في المقرونه، في المقرونه راهو بنينه برشا و سوسون دي جو دي بريفيرونس، المفيد انتم تحبوها ولا ما تحبوهاش، سوسون دي جو. نجمو تجتهدوا تنجمو تفوقوا كيما تحبوا انتم، هذا هو المفيد انكم تحضروا بحب بغرام. الكوجينه راهي كلها حب، الكوجينه راهي كلها 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 غرام. حاولوا لو بلون ترافاي ننظفوا كما العاده، الخضره دو بريفيرونس خليوها كروستيونت شويه، على قد ما تبدا الخضره كروستيونت شويه على قد ما تبدا كلها منفعه، يعني ماذا بينا ما طيبوهاش برشا. فوقها بالنسبة للفهم نتاعها سائل، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، وعندي شوية بيستو. والله هو الحاجات اللي قلتلنا قام في الكوجينه راهو ديما نمدهم، هذايا ترفيس، دونك جميع زينوب نورمال يعرفوه ترفيس، كله منفعة، منفعة برشا للدم. نحطها شوية ترفيس، باش نبدو كريم فريش، كريم فريش حتى لو كان جي تي بي نجمو نزيدوها شوية ماء، بقى علينا شوية ترفيس كما قاعدين تشوفوا، علينا شوية أوبرجين، شوية طومات سوريز، الكريم فريش، هاكا مقرونة مشخشخة، زدوها من بعد فرماج، وشوية بيستو في الأخر باش ما باش الجو يقعد موجود.
نتصوركم قيدتوا كل شيء، قيدتوا غدوة وخدوا تربي باش نحضروا مع بعضنا غريبة بالشوكولاتة. نتصور الفايدة تحصل للناس الكل، انتوما اللي قاعدين تتبعوا فيا كل لو في اللايف منور رمضان توا، نقول لكم راني نحبكم برشا، ربي يفضلكم وربي يحفظكم. نحب نشكر كما قلت لكم سبونسور الكل اللي كانوا موجودين في الكوجينه، من الورده، من دياري، من لوندور، من نجمه، من فانواز، من ناتيلي، من كولدينا، ويلبول البلاك والفور هذا كيف كيف نطيبوا هوكا في وقت قياسي، ميزون الموند، حازم بن عيسى راديو بون لونور، خالد عويش تيون سكوب، انتوما زاد كيف كيف اللي تبعوا فيا، ربي فضلكم وربي يحفظكم. نزيد نذكركم بالمنيو شنو هو حضرنا. حضرنا شربة مليحة زادة كيف كيف، نجمة زيت، حضرنا شربة بالجوانح متاع الدندون مش متاع الدجاج، زدناهم سلايطة مشكلة كيما تراو فيها لهنا، المقرونة أونكور هذيك من بعد جوست طون دو كويسون. ذكركم نعطيكم استوس اللي ماذا بيكم تحطوها الدنتي المقرونة باش تعاوننا في الهضم وباش تجي بنينة برشا. مقرونة اخترنا لكم مقرونة الوردة مع سلايطة، حضرنا بروشيت نتاع الدجاج، هما بروشيت نتاع الدجاج حاضرين هكايا، هذايا كمية نتاع المنيو، وحضرنا تشيز كيك خليناه في الكونجيلاتور. من بعد ما يحضر تبعوني في اللايف في الباج، نهبط لكم لي بلا، نهبط لكم الدريساج، ان شاء الله يكون عجبكم المنيو وان شاء الله المنفعة حصلت للناس الكل. انتوما زادة كيف كيف نقول لكم راني نحبكم برشا برشا، ربي يحفظكم. وما بقى لي كيمش نقول لكم ان شاء الله غدوة بقدرة ربي الماضي ساعتين ولا ساعتين ودرج نكونوا حاضرين في لايف اخر، في لايف بنين ما يطلبش برشا وقت، ساهل وما يتكلفش برشا. دونك ما بقى لي كيمش نقول لكم كان شهية طيبة، وتابعوني من بعد في الدريساج، تابعوني على الباج نتاع شيف مؤمن بن يونس، بارتاجي اوتون لايف وابوني فو في الباج نتاع الفيسبوك باش هاوكا المنفعة تحصل للناس الكل. ربي يحفظكم وربي يخليكم ليا اللي انتم بالحق تشجعوني، ما عندكمش فكره سورتو كي راه الكومنتات كي راه المساجات قداش جايه تشجعني باش نحاول نعطي ديما البلوس. ما بقى لي كيفاش نقول لكم كان شهيه طيبه وربي يحفظكم، وادما ان شاء الله في روسيت هاكا قايدتوا من توا لي زانغريديون تلقاو في ميساج تلقاو ايبانغلي الوصفه نتاع الغريبه نتاع الحمص باش نحضروها غدوه. شهيه طيبه شهيه باهيه وربي يحفظكم، يا دوما ان شاء الله. بوسكم برشا برشا.